أنا نشأت في كردفان، تحديداً المحلية نشأت فيها اللي هي محلية أبيي. كردفان أسهمت بشكل كبير في تشكيل كثير من حياتي، خاصة إنه أنا يعني زولة فتاة، فالموضوع ده خلاني أفكر لكل الممارسات اللي تنتهك فيها حقوق النساء من أنا طفلة صغيرة. التحقت بكثير من المبادرات الشبابية اللي تعلمت من خلالها وكذا، إضافة لأكثر جزئية كانت أسهمت معي بشكل كبير وأنا كنت طفلة، دخولي مشاركة في برنامج المجتمعات الصديقة للأطفال اللي بتنظم اليونيسيف، فدي كانت يعني بوابة عبور قوية وكبيرة جدا خلتني أتعرف على المجتمع المحلي بشكل أفضل بشكل أشمل. غرب كردفان كمثيلات من المدن السودانية أو الولايات السودانية اللي قايمة على أساس قبلي. الأساس القبلي يعني بيحكم وبحد من حرية المرأة بشكل كبير جدا، وخاصة إننا يعني نشأنا في وضع بيسيطر عليه والنظام السياسي والأسلمة السياسية بشكل كبير جداً، والحاجة دي ألغت بظلالة على التعنيف النسبي بصورة كبيرة جداً. مثال على كده مثلاً حرمانه من حقه التعنيف، دي من أكثر الحاجات اللي أنا كانت بتأثر عليه شديد. فبدت عندي فكرة إنه ننشئ مبادرات مختلفة، يعني كانت من أوائل المبادرات اللي تم إنشاءها كانت أنشأنا رابطة اسمها رابطة أفكار، في إنه إحنا مفروض برابطة أفكار يعني ننشر أفكار إيجابية في المجتمعات. طولت عندي فكرة العمل التطوعي، بديت يعني أتطوع في منظمات وطنية إلى أن وجدت برنامج اسمه القيادات السودانية الشابة. قدمت للبرنامج ويعني وصلت للثلاثين شاب وشابة في السودان. البرنامج حقق نسبة نجاح يعني ما متوقع تماما، قدرت أصل لستة ألف وثمانمية خمسة وعشرين شخص. النسبة الأكبر اللي أنا كنت مستهدفة بها النساء، يعني وصلت لأكثر من 4000 وحاجة يعني من النساء، والجزء الثاني طبعا الرجال يعني بصورة عامة. المشروع اشتغلته في قرب كردفان، فمن الحاجات اللي كان أنا بحس إنها غايبة شديد مفاهيم التعليم المدني في مجتمعنا، فبقيت أشتغل مع الشابات والشباب في موضوع بتاع التدريب، يعني كيف نأسس لدولة المواطنة، يعني شنو الحكم الراشد ويتأسس كيف، البناء بتاع السلام الاجتماعي، الديمقراطية مفروض تتم كيف. فكنت بشتغل شديد في الجزئية اللي عندها علاقة بمفاهيم التعليم المدني. بديت أكتب عن الآثار السالبة في المجتمعات، يعني مثلاً عن النساء، عن مشاكل السلام، لأنه إحنا يعني ولاية فيها مشاكل بتاع نزاع كبير جديد. فعملت زي 3 أو 4 أوراق، واحدة كانت عن مشاركة النساء السياسية، دي قدمتها في ولاية جنوب كردفان في أمانة الحكومة للنساء. عملت ورقة تانية عن مشاركة النساء في بناء السلام الاجتماعي، قدمتها في ولاية غرب كردفان وفي ولاية جنوب كردفان. كل النساء في السودان والرجال في السودان والشباب والشابات والأطفال والكهول، يعني الشعب السوداني وصل لحد من الضغط النفسي الكبير الخلاه ما يرضى بالواقع أكثر من كده. النظام الفات كان نظام خاص في مجتمعي قرب كردفان، يعني أسس لنا لحاجة كعبة شديدة اللي هي موضوع المسؤولية، بالإضافة
لإدماج الدين والإسلام السياسي في المجتمع اللي قيد وكبل من حريات الناس كثير، والتفسير الخاطئ للدين والتدين. الإسلام السياسي انتزع مننا حرياتنا نحن كنساء وامتهن كرامتنا كنساء، فالحاجة دي كلها أثرت علينا وخلتنا نفكر في إنه إحنا مفروض نصور في الوضع وإننا نقاوم الأشكال التسلط الكبير الواقع علينا. من الحاجات الكويسة اللي خلقت لنا الثورة وخلقت لي أنا كأمل أو كولايتنا في قلب كردفان في إنه بقى فيها مساحة التعبير، الاعتراف المجتمعي بالنساء خاصة بعد المشاركة الكبيرة جدا للنساء في موضوع الثورة، فده سهل شديد في إنه يفتح لك مساحة إنه تشتغل بشكل أفضل. الجانب ما مرضي له شديد وهسي بتمنى إنه يمشي الحاجة تمشي فيه، يعني مثلا هسي موضوع التغيير في المجتمع المحلي في غرب كردفان، يعني مثلا في لأنه قايم على الأساس الغبلي جدا، يعني عندنا أي مجموعات أهلية في حل النزاعات والمشاكل وكذا، فأنا بحس إن الموضوع المفروض يتطور شوية، إنه المفروض يكون في ناس الحكم المحلي يمشوا باتجاه القانون للإدارة الأهلية أو ابتكار مجالس للمصالحات يكون مشاركة النساء فيها بدرجة أكبر، عشان النساء ذاتهم بطبعهم جانحات للسلم وداعمات لفكرة التسامح والسماح والبناء السلام والاستقرار. بتمنى إنه نقدر نأسس لاستقرار مجتمعي، لبناء سلام مجتمعي، لمجموعات نسائية في غرب كردفان قادرة تحدد احتياجاتها شنو ووضعها المأمول الدائرة تصليه في فترة ثانية، يكون الطريق بالنسبة لها واضح والآليات بتاعتها واضحة في إنه تنتهج مسارات محددة، ويكون في دعم لها من كل يعني قطاعات الدولة، إذا كان قطاع خاص يدعم في الجانب يدعم موضوع التمكين الاقتصادي والتسهيل بانه تكون رائدة اعمال.